بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم من يرى هذا المقطع ومن ساهم فيه ومن أعان على نشره، اللهم فاغفر له ذنوبه كبيرها وصغيرها، جلها ودقها، عظيمها ودقيقها يا رب العالمين. دير بالكم الجيوش يعني جسم الأضخم هذا بنتظر الفرصة، إنه إيش هي الفرصة؟ إنه توصل نقطة اللا رجعة في بلده، خلاص بنحاز لشعبه، بنحاز لشعبه بس يعرف. ولذلك زي ما قلنا، هم ليش بقطوا الشعب السوري؟ الجيش في معظمه صار ينحاز، وصارت جيوش من الخارج تأتي. طب ليش؟ خايفين من إيش أنتوا؟ أنتوا خايفين من إيش؟ بدكم مش الشعب يحكم؟ ليش بدكم هذا الزلمة يعني؟ معناته مين هذا؟ وبالتالي إيران، على فكرة إيران اللي كانت الناس تأيدها، كانت الناس تأيدها بنسبة كاسحة، وحتى أيدوها ضد الحرب في العراق وكذلك حزب الله. قديش كانت الناس تأيد حزب الله عندنا؟ قديش؟ وفي باقي الشعوب وتدافع عنه وتكون معاه الآن هذول سقطوا أيضا، هذول سقطوا على فكرة ولن يعودوا، هذول سقطوا ولن يعودوا لضمير الأمة. انسوا محاولاتهم انهم يتشبثوا بتصريح هون وتصريح هناك، هذا كلام ما له معنى. واصلا لعلمكم اللي بيكون له علاقه معهم بسكت كمان، واللي بيكون له علاقه معهم بسكت كمان، لانهم هذول ثبت انهم ناس خانوا الامه كلها. بعد ما الامه تكون ضميرها معكم وتأيدكم لاخر درجه تخونوها، شو معناته راح يعملوا بكره هذول؟ وهل يلدغ المؤمن جحر مرتين؟ بعدين شو عقيدتهم؟ نكشف عنها. شو عقدتهم؟ بقتلوا الشعوب المسلمة ليش؟ مشان مين يعني؟ مشان إذا مش مشان الأسد، معناته مشان إشي ثاني عندكم. شو هو؟ بدنا نفهمه شو هو؟ خايفين من الاستعمار؟ طب ضبضبوا الأمور. كان دخلته معه وقلت له بالله إذا ممكن منرتب الأمور في البلد، منجيب الناس، منعمل انتخابات حقيقية، بلاش هالاستعمار يتدخل. صار يقولوا لك لا، أي واحد بقوم عليه منقاتل معه. ليش تقاتله؟ انتوا تواصلوا بينه وبين الشعب، والشعب بيوثق فيكم وتفاصيل، وبتحلوا المسألة وهو بيستقيل. لا، شو يستقيل؟ ايه شو يظل على رقاب الناس؟ ليش؟ بصفته مين يعني؟ هذا كيف لو نازل فيه وحي؟ انتوا ملاحظين؟ لا، معناته انتهى، انكشفوا. هذول ما يقعدوش يتاجروا لي فلسطين، هم الجماعة اقصد ايران، يقولوا لي فلسطين. لا والله، هذول ما بيكون لهم دور في تحرير فلسطين. ناس خونة مش ممكن يكونوا هم لهم دور أصلا بتحرير فلسطين، لعلمكم. ناس خانوا الأمة ما بيكون لهم دور بتحرير فلسطين. وبكفي نظل نضحك علينا، ولا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، مرة وخلاص. وثقوا فيكم الناس مرة وخلاص. بدكم إياها تنسى، ما عادتش الشعوب نعاج وتذبحوها أنتوا وتودوها على المسلخ كل يوم. وأنا قلت لكم مرة وبدرد أكرر المثال، أنا في يوم من الأيام هون هذا المسجد كانت البساتين هون واصلة، وكان في هون، ما كانش كله هذا مبني، وكان في هون مسلخ، كان في هون مسلخ للأغنام على صلاة الصبح. ما قبل صلاة الصبح بشوي تيجي هالشليات شلت هالغنم، وقدامها غنمة، وسمعتوا المثال أنتوا، بدي أكرره، هالغنمة ومحلق في رقبتها جرس ماشي قدام الغنمات عبين ما تدخلهن المسلخ، طيب ايه، اول يوم الغنم لحالها بترجع، ثاني يوم نفس الغنمة جاي بشلية جديدة بتدخلهم المسلخ، ونفس الغنمة هاي اللي براس رقبتها جرس بترجع. ها، الله اكبر، شفتوا غنمة؟ ايوة، بجيبوا غنمة بتقودهم للمسلخ وبعدين بترجع، بتقودهم للمسلخ وبعدين بترجع، والجرس اللي برقبتها، والغنم وراها. هذه. ولذلك انا وقتها لفت انتباه الناس، انتبهوا يا ناس، شفتوا الغنمة هذه اللي بتقود الشلية كل يوم على المسلخ. طبعا غنم ومش فاهمات القصة، بتروح بترجع وبتجيب غيرهن، هي بترجع الغنم وبتجيب غيرهن ثاني يوم. وهذول نفس الموضوع، جماعتنا نفس الشيء، وبتزينوا لنا قلب الوطنية والقومية ومقاومة الاستعمار، وكلها زائم ما انتصروش ولا بمعركة، وقال لما انتصروا استسلموا، كمان لما انتصروا استسلموا.
ايش هذا؟ ايش هذا؟ وانتم شايفين الغرب الان، الغرب الحمد لله انه كانت في بداية 2008 انهيارات اقتصادية وغيرها، وضعيف الان هو على فكرة، وممكن ينهار كله، وفي شيء اصلا قضية شبابه، هاي شبابه الان بده بيقدم شبابك، مش قضية، مش قضية تافهين يروحوا فيها. طب وشو هذا؟ شو هذا؟ ولكن في النهاية على فكرة الامة اللي بتوصل في النهاية، الامة هاي ورطونا ما عادش في تفسير. يلا معناته شوفوا. اما برد اقول في كثير ناس بيحاولوا يسألوني عن جماعات، جماعات اسلامية باسماء مختلفة، باسماء مختلفة. لما انا عم بقول الان، انا الان هم اصلا اللي موجودين في الكنيترا، ليش موجودين؟ هم اللي موجودين ليش جايين؟ هم القيادات هاي اللي على المستوى عالي ليش جاي على سوريا؟ يعني ليش جاي على سوريا؟ طب ما في من قوى المعارضة عم مسيطرة في الكنيترا وبتقاتل من اصله، من زمان، من زمان ما هي موجودة بالكنيترا اصلا. هذا موجود بالكنيترا ليش؟ اصلا لو كان هو، اصلا لو كان هو شاكك لحظة واحدة انهم بقتلوه ما صارش اللي صار. لو هم اللي قتلوا، لو هم اللي قتلوا، برضو بدي افهم انا، انت قائد على هذا المستوى كيف بيقتلوك؟ ما انا كنت مأمنهم وخدعوني، او هم مش فاهمين ان انا موجود، او 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 او. بس هو ليش موجود؟ ليش موجود هو؟ ليش موجود بده خطة قاتل اسرائيل؟ طب خلص سوريا بعدين بتقاتل اسرائيل، لو صحيح خلص سوريا او شيء، وبعدين اذا صحيح بتقاتل خلينا نخلص في سوريا، خلينا نخلص في العراق، خلينا نخلص في اليمن، خلينا نخلص في ليبيا. وبعدين هذول اللي بيقول لك انه افهم عليها، هذول اللي بيقول لك قاتلوا اليهود، ايش هالكلام؟ ايش قاتل اليهود؟ كيف بده قاتل اليهود هو؟ هذا الليبي كيف بده قاتل اليهود؟ اللي بقاتلوه في وسط طرابلس وبنغازي، اللي بقاتلوه في وسط دمشق كيف بده قاتل اليهود هذا؟ هذا كلام، هذا كلام. وبالتالي يا محترمين كيف؟ لا لا لا، افهموا علي، اياكم انا نصيحتي، لاحظوا كل من يقاتل اهل الباطل، يعني انت خذ القاعدة التالية، انت في باطل متأكد منه 100%، اللي هو مين؟ الحكومات العربية، هذا باطل 100%. بستثني مين؟ ولا حدا. بستثني ولا حدا. طيب ممتاز. ليش؟ لانه باي حق انت بتحكم؟ انا فاهمني باي حق انت بتحكم؟ باي حق؟ ثم لصوص، كلهم لصوص. طيب المهم، وبعدين بيرهنوا الامة لصالح الغرب وغيره، هذول متأكد منهم انا. افرض انك شاكك انت في قضية الجماعات اللي بتقاتلهم، طب في اشي انا مستيقن منه وفي اشي انا شاكك فيه بدي افترض. لذلك انا شخصيا ارفض ان اقيم اي جماعة تقاتل هالجماعة، هالانظمة التافهة هاي. ليش؟ لان الحرب الاعلامية اصلا الحرب الاعلامية دورها هائل اليوم، ومعظم اللي مسيطر على الاعلام، معظم مسيطر على الاعلام هم الناس المالكين المال، المالكين المال، تمام؟ فبالتالي انا بقبلش اليوم اقيم اي جماعة تقاتل الانظمة. اذا بدي اقبل اني اقيم باي جماعة كانت، انا بكون بصالح الجواسيس، انا بكون في صالح الجواسيس. وبالتالي انا كلها هذه الجماعات انا بأمن فيها، كلها بأمن فيها اللي بتقاتل حتى لو كافرة. ليش؟ لانه الكافر نفسه من حقه يدافع عن نفسه، والكافر الشهم، واللي بيقاتل الظلم نوقف معاه احنا كمسلمين ولا كيف؟ تقاتل في سبيل الله والمستضعفين، فما نقعدش نقيم احنا جماعات تقاتل الظلم، هذا بكون غلط. ولذلك قد ما بيسألوني الناس مش عم بجاوب انا، ولا مستعد اقيم اي جماعة، لانه زي ما قلنا اي تقييم لاي جماعة سلبي انت عم بتصف مع الجواسيس هدول المتسلطين على رقاب الامة. والان القضية مش محتملة، المعركة قائمة، الان المعركة قائمة لا تحتمل، المعركة قائمة لا تحتمل، تمام؟ لا ايش تحتمل؟ فيش اجتهادات في المسألة، هم بدهم يدخلوك في هذه المتاهة، احكم على هاي واحكم على هدول واحكم على هدول. لا الاشي مبين ومفروز واضح، مبين ومفروز واضح. حتى لما بيخطئ، واي مين ما بيخطئ، ما في اخطاء كثيرة، ياما ثورات في العالم قامت، بس انا مش مستعد اقف مع اللي خطأ واضح وهو متسلط على رقاب الشعوب، بوقفش معاه بكلمة واحدة،
ومن ضمن الكلام اللي ممكن اوقفه اجي اقيم جماعات تقاتله، لا ما بقيمش، انا بايد اي جماعه بتقاتل هذول هالطواغيت هاي. لو انت احنا بدنا نظلنا مستعبدين كان هاي الامه، هاي الامه اللي كان ممكن تنقذ الامم كلها من ضلالها ومن كفرها، بيستعبدوها ليش؟ بيستعبدوها ليش وبحط من دون الامم كلها ليش؟ فاياكم انكم تتورطوا في تقييم جماعات تقاتل الانظمه الباطله هاي. نعم. بجاوبش انا، بجاوبش في موضوع تقييم اي جماعه تقاتل مسلمه وغير مسلمه كمان طالما بتقاتل الكفر. لكن في النهايه مش وقته في النهايه، الشعب على ارض الواقع راح يفرز بقوه السلاح. ما هي المساله اليوم اللي بيخليك تطمن انه الناس حامله سلاحها. زمان كانوا يبيعوك ويشتروك، الانظمه يبيعوك ويشتروك، اليوم ما بيبيعوك ولا بيقدروا يشتروك لانك انت حامل سلاحك. هاي الان لاحظوا هم اضعف منك، اضعف من انهم يملوا عليك دول العالم كلها، اضعف انها تملي عليك انت. هي بتعترف فيك لانك الان انت قوي، هي ممكن تتفاهم معك، انت القوي. اما ليش بيقدروش يبيعوك؟ هذولك بقوا يبيعوك الزعماء زمان لما كنت انت ماشي وراهم، هذه الغنمة ماشي وراها بتوديك على المسلح. اما طالما حملة الشعوب سلاح خلاص. فيش اشكال حلمك، فيش اشكال في التحالفات، وانا معطي محاضرة في التحالف في الاسلام في الاقصى سنة 1980، وجواز التحالفات مع الكفار بشروط. مين قال لا يجوز التحالف مع الكافر؟ بشروط، 1 2 3 4 5 معروف، مش وقته. عم بقول معطيها المحاضرة سنة 80 في الاقصى، تمام؟ فبالتالي مش يعني جديدة المسألة، قبل ما يكون فيها الاشكالات كلها انه يجوز ولا لا يجوز، طبعا معروف قضية التحالفات في الاسلام وجواز التحالف ضمن الشروط 1 2 3 4 5 مع اي ما كان انت بتظن. والرسول صلى الله عليه وسلم اصلا كان احيانا لما بده يقاتل قوم يحالف قبائل معينة الى اخره، في تفاصيل طويلة في الموضوع والادلة عليها الشرعية. مش قضية التحالف هذه، تتحالف وتتحالفش، هذه مش هذا الموضوع اللي انا بقول فيه. انا عم بفهم انه لحظة انه اليوم ايش انا اتحالف ضد الشعوب؟ هذه لا، فيش اشي اسمه تحالف ضد الشعوب. الشعوب اللي قايمة انا بتحالف ضدها، لا مش هذا موضوعنا، مش موضوع هذاك محسومة. تتحالف انت ضد الشعوب اللي قامت ضد الطغيان، هذا ما يجوز اطلاقا. اما بعدين عاد التحالف دول مع دول من اجل المهم، هو حتى الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح قال انه راح يجي يوم احنا والروم نقاتل مع بعض امة معينة، بعدين طبعا بنختلف وبنتقاتل احنا وياهم. هاي بقول لك الرسول بيجي عليكم يوم بتتقاتلوا مع انت والروم امة معينة، ضمن ايش؟ ضمن شروط معينة. حتى الرسول مش بس بالماضي وفي المستقبل قال لك بصير. لكن احنا موضوعنا اليوم ايش؟ موضوع شعوب عم تضطهد، هذه بتقتل مسلمة، هذه مسلمة، هذه ما يجوز التحالف مع احد ضدها باي حال من الاحوال. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وبارك الله فيكم. من يرى هذا المقطع ومن ساهم فيه ومن اعان على نشره، اللهم فاغفر له ذنوبه كبيرها وصغيرها، جلها ودقها، عظيمها ودقيقها، يا رب العالمين.